للاسف دي بتضربها المواطنين. رسالة لك يا حمدوك، كفايه سكات، رسالة لك يا حمدوك. دول المواطنين دول بيضربوا حكومه مصيره، ماشيين حليلة لكن بتعمل كاروشه، اي ما بتعرفش بيتك بتعمل كاروشه في الجسم. دي بيخلوها المواطنين، تتخيل مسيره سلميه وستيل بنادي بالسلميه. مشكلة من أجل السلمية. ويا برهان يا برهان أيامك قليلة، ما تتخيل أنت مع هذا الجيش، الجيش ما بيعنيك هنا أيام أنت والمجلس العسكري الانقلابي بتاعك. هنسير إلى أن نسقطك وحتسقط إن شاء الله قريبا. يا أخي تجي تعال عالي للشارع، عالي للبنات، عالي لبين شباب المستقبل كله 18 20 سنة بتقتل فيهم. ده شباب المستقبل، ده هم الحين في السودان. أنت بعدين في السودان، ما في جيش بيمشي في السودان، بيمشي الشباب ديت. هم الشباب ديت بيمشي السودان. وانت للاسف بتعلم انك ما في انتخابات، انتخابات هذه ليست هذا الاستفتاء، انتخابات مبكره.